رفاق ومحبو السياسي الراحل محمد مصطفى بدر الدين ينظمون نشاطا تأبينيا في نواكشوط تخليدا لذكراه تحت شعار بدر الدين صيحة المظلوم. وتحدث المحاضرون خلال النشاط عن مآثر ومناقب الراحل باعتباره أحد أبطال الحرية الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن قيم ومواقف ومبادئ ثابتة. لنجدد عهدنا بمواصلة الدفاع عن تلك القيم التي نرى حياته لها، ولنتذكر بأن الحياة الحقيقية هي التي نزرع فيها الخير والعدل. سلام على أرواح الشهداء الطاهرة الذين سقطت أجسامهم دفاعا عن الأمة ونيابة عنها، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. بدر وهب حياته للقضية التي آمن بها متسلحا بالعزيمة والإيمان بحق الشعب في الكرامة والعدالة. جسدت حياة محمد المصطفى والبدر الدين تاريخ الشعب ومسيرة نضال أجيال عديدة. آخرون عبروا عن فخرهم بتوافق ذكرى الراحل بدر الدين مع تخليد ذكرى 7 أكتوبر، مشيرين إلى أن ذلك دال على إيمان الفقيد بالقضايا العادلة والوقوف مع المظلومين، لا سيما القضية الأم التي كان دائما يعبر عن دعمه لها. كان الفقيد رحمه الله رجلا مؤمنا بالعدالة، نصيرا لكل مظلوم ومؤيدا لكل قضية عادلة، وعلى رأس ذلك القضية العادلة لشعبنا الفلسطيني الأبي المظلوم الذي تحل هذه الذكرى اليوم، ونحن نعيش فصلا أليما آخر من مآسيه التي لا يراد لها الانتهاء. لا يسعنا وهذا الشعب الشقيق يقضي عاما كاملا من القصف والتدمير إلا أن نستحضر موقف فقيدنا الراحل الذي كان دائما يعبر عن دعمه غير المشروط. وحضر الحفل جمع غفير من رفاق الراحل ومحبيه الذين عاشوا برفقته وتأثروا بمواقفه.